مشاهدي انفاس تيفي داخل المغرب وخارج المغرب ميكرو بالضبط في الرحبه ديال مدينه الرحمه كما كتشوفوا ان خاويه من ربعه ديال العشيه ان اخوات دخلوا يعني السلطات والامن باش خواو يعني الرحبه لان كانت مشدات ما بين البائعين وكذلك والشناقين مع المواطنين بسبب الغلاء والارتفاع الاثمنه ديال الحولي يعني تشير الشيء الامن دخل وانه يخوي يعني الرحبه مع ربعه ديال العشيه في ليله العيد وهذه راه كانت كتوقع واحد الكارثه بحل ديال ذاك العام ولكن الحمد لله تدخل الامن. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. خويا <applause> بنتي اللي جيتي تشري حولي لقيتي الرحبه آه خاويه. جينا جينا بغينا ناخذ الحولي الساعه لقينا الرحبه خاويه هنا جينا الصباح بان لنا الثمن شويه طالع قلنا زعما على اساس في العشيه نعاودوا نرجعوا ربما الثمن يهباط ولا شي حاجه الساعه لقينا انت كتشوف الرحبه لقيناها خاويه ما خلينا في نظرنا الاثمنه بادية من الديبار الغلا الشواط. ما فهمنا والو هذا العام لا اله الله وصافي كيقول لك الغلام موجوده هذه هذه هي راه ما كاينه حتى شي حاجه يعني زعما ليله العيد معمره يعني سدات الرحمه مع ربعه العشيه لا لا ابدا ابدا الغلم مولفه كتبقى حتى 12 الليل وحده الليل بنادم كل شيء معيط الصغير الكبير آه دابا هما الدراري الصغار كل شيء بنادم بنادم كل شيء كاعي كل شيء دابا الدري الصغير شنو هو دي ليه باش تعيد ليه لا لي اله الله وصافي جاي يا اخويا باش نتقدى الحولي والحولي تدير الثمن والعجاب بيعها لك ب 36 40 و الا الله وانا وبنتي كندورو من الصباح يعني باغلبيه اثمنه باش طيح وما طاحش وموالفين الاعياد كنعيدو ديما والرحبه كتبقى حتى 6 الصباح وانت الرحبه كيما تشوف خاويه كما دخلوا السلطات الامن يعني واحد الثمن خيالي خيالي مزوله يعني تتوقع شي كارثه تتوقع شي كارثه ورغم ذلك راه كاينه كارثه ماشي وقعات كارثه وقعات كارثه بان الناس مع معيدين يا صاحبي ما معيدينش وكل اللي متسلف وكل اللي بيع حوايج وباش ياخذ الحولي بانه باش يفرح هاد الوليدات وانا دابا ما لقيتش الحولي وكيفاش أدرم الاولاد على من ماشي عليا انا على هادوك اللي جايين مغليين بحال الثمن خيالي ورغم ذلك عطاهم الدعم الدعم ديال باش يعلفوا ويطيحوا الثمن على المواطن هما عادة ما زادوا غلاو هادشي بزاف. آه بزاف, أنا... بزاف لا اله أخوي. الا أخوي. الله وصافي اخويا ما لقينا والو اخويا كتشرح لنا خاوي لا اخويا بزاف هادشي وحق الله ضاعنا شنو السبب ديال هاد الرحبه خاوي اخويا بزاف الغلا اخويا الغلا بزاف اخويا دروش الله يما بزاف اخويا ما مراقبه اخويا والو وحق الله ما كاين مراقبه صوت عندي خدمتهم واش راه صعيب بزاف صاحبي دروش مسكين ما يعيش ولادو وحشوهم وحق الله كلشي كلشي غالي اخويا والله ما نكذب عليك واش حاول اخويا نزيد نزيد 1500 درهم اخويا في الحاولي مزيوده وحق علاش 1500 درهم بالله علينا. الشيخ. يا قليله بزاف هادشي اخويا الله يشاف بزاف والله